في فيديو النهارده هنتكلم عن احدى منتجات العلامه التجاريه الترا، وهي بضمان شركه بيتك، وليها منتجات كتيره جدا موجوده بالسوق زي المروحه والكاتل والهاند بلندر والخلاط. هنتكلم عن اهم مميزاته، بس قبل ما نبتدي الفيديو ريت ما تنساش تدوس زر الاشتراك وتفعل الجرس، عشان ده فعلا بيدعمنا كتير عشان اقدر اجيب لكم اكبر قدر ممكن الاجهزه اللي تساعدك في اتخاذ قرار الشراء قبل ما تنزل. انا احمد جبريل ودي قناه استشاري الاجهزه المنزليه، ويلا بينا نبدا الفيديو. بيتميز مبرد الترا اللي معانا النهارده بوجود ثلاث حنفيات متعدده الاستخدامات، بحيث تلبي لي اي حاجه انا محتاجها في اي وقت، سواء احتاجت ميه ساقعه او ميه فاتره او ميه سخنه. هلاقي برضو من مميزاته ان الميه الساقعه او خزان الميه الساقعه بيبقى 2 لتر وخزان الميه السخنه 5 لتر، فلو عندي عزومه شاي كبيره فاقدر استخدم الميه السخنه بصوره سريعه جدا في اي وقت انا محتاجها فيه. هلاقي برضو ان المبرد فيه ثلاث لمبات استرشاديه، بحيث لمبه للباور ولمبه تشير ان المايه الساقعه شغاله ولمبه للمايه السخنه ان هي شغاله. وكمان هلاقي المبرد مزود بقفل امان للاطفال، بحيث ان انا لو اي طفل لعب في حنفيه المايه السخنه ما يتلسعش، لكن لازم ادوس على مفتاح الامان ده الاول وبدوس تحت كده عشان اقدر استخدم المايه السخنه. كمان بيتميز مبرد الترا ان في صفايه المايه، سهل جدا ان انا افتحها وانضفها واركبها بصوره سهله جدا. كمان بيتميز مبرد الترا ان هم استغلوا الجزء اللي موجود تحت في الكولدير، لان اتعمل لي هنا كابينه حفظ بحيث اقدر اشيل اي شوكولاتات او اي حاجه انا حابب اخليها ساعه اطول فتره ممكنه. وهلاقي برضو مكتوب لي هنا تعليمات للتشغيل اول استخدام، ان انا لازم اول ما استلم المبرد ان انا اسيبه في وضع مناسب لمدة 6 ساعات عشان الفريون ينزل مكانه، زائد في بداية التشغيل لازم قبل ما اشغله او اوصل الكهرباء ان انا افتح حنفية المية السخنة بحيث المية تنزل من الحنفية الاول وبعد كده ابتدي تشغيل، وده عشان الهيتر الداخلي ما يتحرقش مني. برضه من مميزات مبرد الترا انه عمل لي مكان مقبض يمين وشمال بحيث اقدر اتنقل بيه من مكان لمكان بسهوله. وده الشكل الخلفي للمبرد. هلاقي اول حاجه هنا ده ستيكر خاص ببعض التعليمات او المعلومات عن المبرد، من نوع الفريون ووزنه والسعه اللتريه للتسخين والسعه اللتريه للتبريد والموديل الخاص بالمبرد. وهلاقي هنا الزرارين الخاصين بامكانيه ان انا اقفل او اشغل المايه الساقعه او المايه السخنه حسب احتياجي. وهنا ده شكل الموتور. وهلاقي هنا الجزء الخاص بالصرف لو حبيت انضف المبرد، فبفتح الجزء ده عشان اصرف المايه اللي جواه واقدر انضفه بصوره سهله جدا. طبعا المبرد بينزل صناعة مصري بضمان شركة بيتك لمدة 2 سنين وضمان العمر الافتراضي 3 سنين. ودي كده كانت نبذة سريعة جدا عن مبرد الترا بضمان شركة بيتك، واتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجة جديدة.